بلوجر جديدة بيتوجه لها تهمة نشر الفسق والفجور بعد ما اتشهرت على السوشيال ميديا، زي بلوجرز كتير سبقوها وتقدم بلاغات فيهم وتقبض عليهم بتهم مختلفة. من ضمن التهم اللي توجهت لها هي نشر الفسق والفجور زي غيرها كتير من البلوجرز اللي سبقوها. البلوجر كانت قائمة على قناة اسمها أم شهد، كانت بتنزل فيديوهات وتقبض عليها في الساعات اللي فاتت. طب ايه التفاصيل وليه تقبض عليها بالظبط؟ انا ماريا مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. السلطات المصرية الأمنية أعلنت أنها قبضت على السيدة القائمة على صفحة وقناة أم شهد على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وده بتهمة نشر محتوى فاضح ومخل بالأداب. وبدأت السلطات بالفعل في أنها تحقق مع أم شهد في التهم اللي توجهت ليها من اتهامات بالترويج لمشاهد فاضحة وإيحاءات مخلة بالأداب بعد بلاغ رسمي من أحد المحامين. المحامي المصري أشرف فرحات هو اللي كان قدم بلاغ للنائب العام متضرراً من قيام المدعوة أم شهد بنشر فيديوهات فيها نكات فاضحة وإيحاءات جنسية. الأجهزة الأمنية نجحت بسرعة في تحديد هوية السيدة ومعاونيها وقبضت عليهم في محل إقامتهم بمحافظة الأسكندرية شمال البلاد وعرضتهم على النيابة للتحقيق. وفي مايو اللي فات كان قدم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء، واتهمهم فيه بالإتجار في عملة البيتكوين وعملات ابتزاز إلكتروني. وفقا لتقارير صحفية كتير، قال فرحات في بلاغه إن المشكو في حقهم أنشأوا حسابات على مواقع التواصل تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج لتداول من خلال عملات نقدية مشفرة وإلكترونية. وده مش أول محضر يتقدم ضد بلوجر مشهورة بتهمة مشابهة، يعني في الأيام اللي فاتت على سبيل المثال اتقدم بلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروفة هدير عبد الرازق، والتهمة اللي متوجهة لهدير عبد الرازق إنها بتساعد برضو على نشر الفسق والفجور عن طريق فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ولكن طلعت هدير ودفعت عن نفسها وقالت إن عمرها ما تعمل كده أبداً، وإنها شغالة بلوجر وبتسوق لمنتجاتها في فيديوهاتها المختلفة وبتلبس لبس عادي وما بتعملش الكلام ده. ومن كام يوم تم القبض على إبراهيم الملك الشهير على تيك توك اللي كان بيطلع في فيديوهات بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك. إبراهيم اتقبض عليه برضه بتهمة نشر الفسق والفجور وإنه كان بيحث اللي بيطلعوا معاه إنهم يعملوا حاجات منافية للأداب، وكمان كان بيشتم المتابعين وبيهين السيدات. وقبل إبراهيم طبعاً في بلوجرز كتير اتقبض عليهم، ومنهم اللي خلف القضبان بالفعل دلوقتي في قضايا كتير زي الدعارة الإلكترونية وهدم قيم المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور. ومن ضمن البلوجرز دول كانت البلوجر الشهيرة حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهم كتير. فهل هتنتهي الظاهرة دي في مصر في وقت قريب؟ ده اللي هنشوفه في الأيام اللي جاية.